السلام عليكم شباب، شلونكم؟ مشتاق لكم هواي. خلونا نبدا حلقه اليوم بالصلاه على محمد وال محمد. شباب خلونا لايك على هذا الفيديو، واللي ما مشترك خليه يشترك، وخلنا نبلش حلقتنا مال اليوم. بعد مطر 3 ايام وهاي المحميه، طبعا ما صاعد الهل، صار 3 ايام ما صاعد، بس صعدت مره واحده من سكه المطر، حطيت اكل ومي ونزلت، بعد ما صعدت الهن، يعني مطر كلش قوي. وهذا الحلو طالع ما شاء الله. ما شاء الله، وذاك الثاني فصت فحلوة. هاي اثنين طالعات افراخ. بسم الله ما شاء الله. شباب الخبر المؤسف، هاي السوبر جامبو فق سنة 3 تذكرونهم، هسه هم باقي بس واحد نفسه ولعش. انا عبالي يعني ابو بريس ماكلهم، بس هسه لقيت هذا واحد هنا ميت، يعني طلعته من العش. وين وقع هذا؟ هذا الفرخ هسه طلعته من العش، هذا حتى ما مزقوق، عمره يمكن يوم واحد وميت، فيزق لهم بس فرخ واحد، فما اعرف شنو مشكلتهم. هذا العش الثاني، هذا الفرخ لقيته ميت. هذا امهاته ما زاقاته، فميت من الجوع. انا من ذاك اليوم شفته ما زاقاته. طبعا اخوه كبر وطار، طلع من العش، وهذا شوفوا حجمه. اخوه شوفتكم اياه بداية الفيديو. هذا اخوه، شوفوا حجمه وين وحجم ذاك وين. ذاك ما مزقوق، يمكن بس بالبداية زاقاته وبعدين قاطعات. عندي هذا العش، بهذا فقس بالبداية كبير، وورا 5 أيام لو 6 فقس هذا الثاني، بس هذا الصبح شفته ما زاقاته، فهسه جيت قلت خليني اشوفه على مود. ما مزقوق، يعني يمكن هيجي دخناية لو دخنايتين بحوصلته. وحرامات هو احمر، فما اعرف. يمكن تشوفون حصلت بيها، يمكن دخنا ايه واحده، ما ادري. احول هذا الكبير، واذا نيت عندي هناك كبار، عند بذاك العش كبار نفس العمر، لو خلي اعوفه واشوف بلكي يزقنه. بسم الله. خلي وياه وخلي اشوف بلكي يزقه. وهذا السمان الحمد لله والشكر قدرنا نحافظ عليه بهذا المطر القوي، المطر 3 أيام مستمر، فقدرنا نحافظ عليه الحمد لله والشكر. بس عندي هذا اللايون حل فادنا، بس بيه فتحه صغيره هنا، قامت تنزل مي فالارضيه صارت طين، ان شاء الله يجوز باكر هيش تنشف. بس قالوا بعدك بيها مطر، راح اضبط هذا اللايون زين على مود نحافظ عليهم. وهاي صحتهم خير من الله. فهسه راح اقدم لهن الخل بالمي، راح اعطيهن بالمي اخليهن خلهن والمحميه، يعني تعرفون مطر وبرد وهوا صار، على مود رافع مناعه، نرفع مناعتهن. طبعا المحميه انا مستمر بالاسبوع جاي اعطي مره لو مرتين خل التفاح، ومره ليمون ثوم وليمون. بس السمار ما مطيهن، هسه خل اعطيهن خل التفاح، وان شاء الله يومين ثلاثة واسوي لهم ثوم وليمون. هسه خليت لهم خل التفاح هنا، هذا لتر مي خليت عليه قبق واحد خل التفاح. طبعا خل التفاح انا جايبه هذا طبيعي مركز، قبق واحد اخليه على لتر مي. خلي اروح اخلي للسمان هسه بعد.
صباحكم الله بالخير شباب. خلي ابدل المي هذا بخل. البارحة خليت لنا خل التفاح. الجو حار بعد، مو مال يبقى اكثر من 20 ساعة. هسه راح ابدله وارجع لكم. هذا المي كمان ما شاء الله. هذا العش كان بيه افراخ اثنين مطيرات، كان النفط بيه، وهذا العش هم ما ضل انشي ان شاء الله ويطلعن. هذا النفط تتذكرون يمكن قلت لكم ذاك الفيديو، قلت لكم جاي يذب عندي اكثر شيء الانتاج نفطي. يعني هسه هذا العش بيه اثنين نفطي، هذا العش بيه اثنين نفطي، وبعد اكو نفطي يعني هناك مطير النفطي واحد، هذا واحد من عندهن. هذا السبب الطبقه غلط، فجاي يزوجن الفحله العاديه على نثيه حمراء، جاي يذب له هاي الطفره، جاي يذب له هاي النفطي. بس النفطي يعني لونه حلو، مو مثل النفطي ذاك العادي، يعني نقدر نقول عليه السنمون. بس الصراحه يعني هذا بالسوق ما يعني ما معروف، اذا تريد تبيعه تبيعه حاله حال العادي. شوفوا الحمار اللي بيه يمكن واضح عندكم. شوفوا اللون مالته، فهذا من تبيعه تبيعه نفطي. هسه هذا العش شوفتكم اياه بداية الفيديو، ما زاقات الفرخ، خلينا نشوفه بالله. هذا ميت، شوفوا ما زقته فميت. فالحمد لله مو مشكله. طبعا السمان لحد الان ماكو بياض، هسه فحصت هذني دورت ماكو، فما ادري شنو مشكلتهم. بعدين ما ممنات ننتظرهن والله كريم. وهاي الأرضية يبست، كلها يبست، وقت بس هنا شوية رطوبة، إن شاء الله للعصر هي تتيه. بس شباب اللي هنا وصلنا نهاية حلقتنا مال اليوم. إذا عجبتكم هاي الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك. نشوفكم فيديوهات جاية وتحياتي للجميع.